مساء الخير والجو الحلو على كل مشاهدي تلفزيون الرأي وبرنامج رأيكم شباب، والحلقة الفنية اللي أنا وفاطمة وايد نحبها لأنها ساعات تكون نارية، ساعات تكون هادية، ساعات تكون حلوة، ولكن اليوم إن شاء الله راح تكون جدا مميزة. تواصلوا معنا كالعادة على الهواء مباشرة. يعطيك العافية فاطمة. الله يعافيك صالح، يعطيك العافية. مساء الخير، مساء الجمال، مساء الغيم والمطر والأجواء الحلوة والسعيدة. اليوم أجواءنا غير في ديرتنا الغالية الحبيبة الكويت، الجو مطر، الأجواء لندنية بصراحة. صح. مع الغيم، وأجواءنا في رأيكم شباب أيضا مختلفة اليوم في الحلقة الفنية. نعم، أنا ما أدري ليش دائما لما يكون في مطر وغيم نشبه الأجواء بالأجواء اللندنية أو البريطانية، فأنا بعد السيرش والبحث اكتشفت أن أغلب دول أوروبا، سويسرا وألمانيا عندهم نفس الجو، بس لأن إحنا ككويتيين دائما ما تكون توجهنا إلى لندن. وهي لا تنسى مدينة الضباب دائما غيم، تكون مغيمة. صح. يعني سيرش ما كان منه فائدة وايد. لا لا، في منه فائدة، في منه. والفائدة الأكثر اليوم فعالية في حلقتنا أن اليوم عندنا مجموعة من الفقرات اللي تعودتوا عليها في كل يوم ثلاثة. في البداية راح تكون معنا أخبار فنية مع شاكيرا وهيفاء وهبي. نعم، بالإضافة إلى كيم كارداشيان راح تكون معنا اليوم في رأيكم شباب في فقرة ستايل أوف ستارز، التوب فايف المقدم من الشركة الكويتية الوطنية، وما هي الأفلام الجديدة التي دخلت إلى السباق، راح نتعرف عليها اليوم من خلال الحلقة. وموضوع حلقتنا اليوم قلة الممثلات الكويتيات في الوسط الفني، شنو الأسباب؟ يعني اليوم الطابع النسائي. نعم. يغلب على الحلقة من خلال الفقرات. أولى ضيفات الحلقة لليوم هي الفنانة الشابة بيبي أحمد، راح نتعرف على الكثير من الأمور الفنية الخاصة فيها، بالإضافة إلى الفنان الشاب داكس، راح نعرف منو داكس وشنو يسوي وشنو طريقة غناء والجيتار وحركات وايد إن شاء الله من خلال رأيكم شباب. أكيد، وناطرين كل تواصلكم وكل تعليقاتكم وأيضا مشاركتكم في موضوع حلقتنا اليوم من خلال طرق التواصل في رأيكم شباب، من خلال صفحتنا في الفيسبوك facebook.com/رأيكم، وأيضا من خلال صفحتنا في التويتر @رأيكم إس، ومن خلال أرقام رأيكم شباب الظاهرة أسفل الشاشة @رأيكم إس، هذا هو التويتر facebook.com/رأيكم. بسرعة دزوا تعليقاتكم حول موضوع الحلقة، كل قلة الممثلات الكويتيات لحد هذه اللحظة، أن ما في وايد ممثلات كويتيات، بالإضافة إلى تعليقاتكم على ضيوفنا بيبي أحمد وداكس. ونبدأ مع الأخبار الفنية. نعم، ننطلق مع الأخبار الفنية، وأول محطاتنا في الأخبار الفنية مع الفنانة شاكيرا اللي أعلنت مؤخرا أنها حامل، وقالت أنها راح تخفف نشاطاتها الفنية. لكن شاكيرا أظهرت من فترة قصيرة تقريبا قبل كم يوم وهي عمرها 35 عام، عمر شاكيرا، طلعت على مسرح في مهرجان لحفل الختام لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في أذربيجان وهي حامل. رقصت وغنت بكل عفوية ومرح، وكان جدا مستمتعة هي وجمهورها. راح نشوف شاكيرا بعد شوي، للي ما شاف شاكيرا ما شاء الله عليها وهي قاعدة ترقص أثناء ما هي حامل، وإحنا عندنا ما شاء الله هني بنات الكويت الله يحفظهم بس تحمل خلاص بفترة تسعة أشهر كلها سبات سبات في المنزل، ولكن هي تختلف يعني شاكيرا لياقة وحركة ومتعودة على الحركة هي ومتعودة، يمكن هذا أكسر الحياة بالنسبة. نعم. لها على الاستمرار. طبعا بما نحن قاعدين بسيرة المواليد، خل نبارك لمخرجنا العزيز. نعم. ساهر الراميني، مولودة الجديد زيد، الله يعني يحفظه ويتربى. نعم. في عزك إن شاء الله وتشوفه معرس وفي أعلى. نعم. المراتب والمناصب. أكيد ألف ألف مبروك يا ساهر على المولود الجديد، يتربى بعزكم إن شاء الله وتبلغ فيه وتشوفه معرس. إذا نشوف. نعم. شاكيرا، نشوف شاكيرا وهي ترقص وهي حامل. يلا. Thank you so much for having us this evening. As many of you know, this time I come in very good company. It's his very, very first show, so I'll try to make it easy on him as much as I can. He knows I can't stop moving, but I try to be gentle. So enjoy tonight and have fun, okay?
واو صدق واو. يعني شوفي انا حاسس انه في شويه قله حركه يعني مو نفس شكيرة بس انه لا هم يعني شيء لا يستهان فيه. اكيد لا يستهان فيه. يعني البيبي شو راح يطلع خاصه ان ابوه لاعب كره قدم شهير بكي بالضبط راح ينط يطلع. يلا خلينا نشوف عاد ولدها او بنتها او البيبي بيكون جدي ولا حوت. نعم انا اتوقع ان راح يكون بوي لانه هي تتكلم كانت تتكلم البيبي والجمهور على اساس صيغه ذكر مو انثى فما اذا راح تبين الايام الجايه لما تولد. واحنا راح نكشف لكم هنا الخبر ونحط صوره البيبي وشنو اسمه وشنو التفاصيل الخاصه فيها. اتوقع حوت. خلينا نشوف يعني شهر 3 تكون ولاده. يعني مكملين من خلال الاخبار الفنيه. وايد صار في حديث عن النجمه اللبنانيه الاكثر جدلا هيفاء وهبي حول طلاقها فيما ان اذا كان هذا الطلاق حقيقي ام كان اشاعه. طبعا اخيرا قررت ان تطلع هيفاء وهبي من العزله اللي فرضتها على نفسها من اول ما تم نشر بيان انفصالها عن زوجها رجل الاعمال المصري احمد ابو هشيمه في مداخله هاتفيه قصيره مع احدى القنوات الفضائيه اللبنانيه. وقالت بكل صراحه ان هي طلقت عن احمد ابو هشيمه بعد حب وزواج استمر لأربع سنوات. هي وايد زعلانة على هذا الطلاق وما قالت شنو هي الأسباب الحقيقية. وهم من الإشاعات اكثرت حول الأسباب في أنه تم حذف مشاهد من شكان شحاته فشاف المشاهد هذه الجريئة ريلها فعشان كذي طلقها. أسباب كثيرة صح. بس ولكن السبب هذا حس أنه تو الناس عليه الفيلم انعرض انعرض خلص سنتين يمكن من سنتين تو يتذكر أن الفيلم فما تعرفين شنو هي الأسباب الحقيقية. وأيضا يعني الخبر هذا هي شرته من خلال التويتر لأن هيفاء وهبي وايد ناشطة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا قلنا لكم أن مدة الزواج استمرت لأربع سنوات وكان حفل الزفاف أسطوري والكل تكلم عنه. متعودين أن هيفاء وهبي تغرد لساعات يوميا فهي توقفت عن التغريد في التويتر من 7/11 يعني صار لها كم 8 ايام تقريبا ثمانية. ما دخلت التويتر كلش من يوم بطلتها. اكيد مجهزة لكل متابعينها في التويتر مفاجأة يمكن قاعد تصور فيديو كليب قاعد تسوي نيو لوك لان دائما او زواجها او ثاني. ما اعتقد تالي صح هي يمكن ترى تمر الحين في مرحله اكتئاب يمكن يعني طبيعي. واكيد كل جمهورها في انتظار اخبارها الجديده وتحصلونها حصريا عندنا في رايكم شباب صحيح. نعم ننتقل الحين من الاخبار الفنيه لفقره ستايل اوف ستارز ومع نجمه هذا الاسبوع في هذه الفقره هي نجمه عالميه نجمه تلفزيون الواقع وعارضه ازياء وكانت لها تجربه في الغناء والتمثيل هي النجمه كيم كارداشيان. اليوم في ستايل أوف ستارز راح نتكلم عن أيقونة من أيقونات الموضة كيم كارداشيان ممثلة ونجمة تلفزيون الواقع عندها ملايين المعجبين حول العالم. كيم كارداشيان مولودة في الولايات المتحدة لأب أمريكي من أصول أرمنية وأم أمريكية من أصول هولندية اسكتلندية وهالشيء واضح من ملامحها اللي توحي بستايل غربي وشرقي بنفس الوقت. الفتت الانتباه برشاقتها اللي حصلت عليها من خلال الرجيم والرياضة وتميزت بالشعر الويفي. مكياجها تقريباً ما يتغير دايماً تحط سموكي آي شادو عشان تبرز جمال عيونها. أما أزياءها دايماً مميزة وعندها كمية كبيرة من الأحذية وكلها كعب عالي لأنها قصيرة القامة. تمتلك كيم مجموعة أزياء سمتها كارداشيان لها فرع في الولايات المتحدة ومن أيام افتتحت محل في لندن بحضور جماهير كبير. طبعاً فاطمة أبو حمد عاشقة نعم. لكيم كارداشيان حالها حال وايد بنات وشباب وايد يحبون كيم كارداشيان. نعم. أنا مهتم لكيم كارداشيان تقريباً يمكن عدد الفولورز عندها في الانستغرام 4.5 مليون إذا ما صاروا 5 ملايين خبر من يومين 4.5 صاروا 5 نعم. عقب باكر 10 يعني تحكم دولة ممكن في يوم من الأيام. يعني وهي اللي يعجبني في كيم كارداشيان إنها دائما متواصلة مع جمهورها في نقل أخبارها وعندها بزنس يعني بس ما قاعد تفكر بالفن بشكل خاص بس إنها بتكون فنانة وبس رغم إن هي ما يعني ما نجمت أو صارت نجمة من خلال أغنية أو ألبوم أو مسلسل أو فيلم
سينمائي. هي صارت نجمة من خلال اختياراتها للوكها وتغييرها للوكها، لين اثبتت على آخر لوك اللي هو الشعر البني القامج وسموكي آي والحمرة البيج، وكل البنات يحبون يعشقون ستايلها اللي فيه كذي تميز دائما. صح. مؤخرا مثل ما ذكرنا في التقرير أن هي افتتحت محلها في لندن، حضور كبير، حتى هي حطت صورة في الانستغرام حضور الجمهور في المول في لندن، وكانت وايد وايد مستانسة وقالت لهم thank you يعني كان لنا فعلا حضور وايد كبير. انا ليني ان شاء الله اروح اشتري من محلها بس ما ادري متى. نبي نشوف عاد تقولي لنا اول ما تروحي تشتري من محلها ان شاء الله. وطبعا كم كرديشان اللي عجبني فيها ان صورها طبيعية اللي تصورها في الانستغرام، في انها وايد تتواصل مع الجمهور بالإضافة. نعم. لأن عندها كات وايد حلو، وبالنسبة حق لونها وايد يقولون إن لونها هذا مو طبيعي لأن هي مصابة بمرض البهاق أو البهاق، فعشان كذي تشوفون لونها بهذه الطريقة. وهذا طبعا ذكر عن إحدى المجلات الطبية الأمريكية. حديثة عن كيم كارداشيان ما راح يخلص، ترى هي موجودة قريبا في الكويت ويمكن يكون عندنا لقاء معها ولا شيء بعد. انتظروا مفاجآت. الراي وبرنامج رايكم شباب. التوب 5 المقدم من الشركة الكويتية الوطنية، وما هي الأفلام التي حصلت على المراتب الخمس الأولى؟ خلونا نشوفها مع بعض. تراجع كبير في هالأسبوع لفيلم ركيت رالف، وهو فيلم كارتوني ديجيتال ثلاثي الأبعاد. الحكاية تبدأ مع شرير للعبة فيديو ويريد أن يصبح بطلاً ليحقق حلمه، ولكن سعيه يجلب الخراب إلى لعبة الفيديو الذي يعيش فيه. أيضاً تراجع واضح من المرتبة الأولى إلى المرتبة الرابعة مع فيلم هوتيل ترانزلفينيا، وهو أيضاً فيلم كارتوني كوميدي يتكلم عن دراكولا يدير منتجع خمس نجوم بعيداً عن البشر، فيشتد حذره عندما يكتشف صبي من البشر هذا المكان ويقع في غرام ابنته. Hotel Transylvania. التوب 3 لهذا الأسبوع مع فيلم حركي جديد يدخل السباق، وهو أليكس كروس. القصة تتكلم عن رجل مباحث يتم الضغط عليه ليتحقق من مجرم ذكي يحب التعذيب. الفيلم من بطولة تايلور بيري وماثيو فوكس. معلم أحياء يصبح مصارع ناجح جداً، وذلك في محاولة لجمع الأموال لمساعدة المدرسة التي يدرس فيها. هذه هي أحداث فيلم Here Comes the Boom، وهو فيلم كوميدي معانا في التوب 2. And everything we worked for will have been accomplished. Our students, they're inspired. What if I dunk this ball? أما الفيلم اللي حبوه الناس وتصدر التوب 1 لهالأسبوع فقد حققه فيلم فلايت، وهو فيلم تراجيدي قصته تدور حول طيار ينقذ رحلة من تحطمها، ولكن بعد التحقيقات تتبين أمور أخرى. أكيد كل الشكر للشركة الكويتية الوطنية سينسكيب على حرصها الدائم أن توفر لكل عشاق السينما هذه الأفلام المميزة، وكنت متوقعة هذا النجاح لفيلم فلايت. نعم. التعليقات أيضا كثيرة في الفيسبوك. بشكل سريع ليوم الزهراني تقول حابة أن تسلم علينا، موضوعكم وايد حلو من وجهة نظرها أن الممثلات الكويتيات كثير عكس دول الخليج، وكل فترة تطلع ويوه جديدة، وسبب قلة الممثلات رفض الأهل والمجتمع. أخذكم ريم من السعودية، ثانكيو على التعليق، وننتظر كل التعليقات اللي شاء الله نقراها على الهواء. نعم أكيد. الحين ننطلق إلى هذا الفاصل الأول في حلقة اليوم، ومن بعد الفاصل راح نكون مع ضيوفنا في الاستديو الفنانة الشابة بيبي أحمد والفنان الشاب داكس. We'll be right back.
باك تو استديو لاستكمال فقرات برنامج رايكم شباب من خلال الحلقة الفنية الشبابية. اليوم حبينا أن يكون طابع رايكم شباب شبابي بحت، عشان كذي أولى ضيفاتنا المميزات هي من أجدد الوجوه الكويتية الصاعدة، نقدر نقول أنها من وجوه عام 2012، ممثلة كويتية ظهرت هذه السنة وابتدى الحديث عنها أكثر. منو هي وشلون دخلت الفن ولوين تبي توصل؟ معنا الفنانة الشابة الوردة البيضة بيبي أحمد. أهلا. أهلا فيك. هلا والله، شلونك؟ تمام الحمد لله. سعداء بالتواصل معك. أكيد، حياتي الله بيبي. في رأيكم شباب، وضيفنا الثاني لليوم هو فنان مختلف، فنان شاب تميز بستايله الخاص فيه وهو يونيك ومختلف فعلا، يغني ويمثل وأيضا يكتب أغاني، نقدر نقول إنه هو فنان شامل. هو الفنان الشاب الصاعد داكس. حياك الله داكس، في رأيكم شباب. الله يحييك، مشكورين وايد. انتوا اللي مشكورين على وجودكم معنا، لو احنا معنا باكج كامل. نعم. عندنا غناء وتلحين وتمثيل وكله، يعني ان شاء الله فشاي يستمتعون. نبدا معك عزيزتي بيبي وتقولي لنا عن دخولك عالم التمثيل. هل كنتي من وانت صغيره تحلمين في عالم التمثيل ولا لا كان وليد الصدفه؟ لا وايد كان صدفه معي، يعني ما كانت وايد وانا صغيره. يعني بس صارت معي يعني صدفه كذا. ما كنتي حابة التمثيل يعني من وانت صغيرة؟ بس عادي، يعني أنا كنت أمثل بالمدرسة وشي مثلا مسرح شي أروح أوكي، بس إنه ما كان ببالي لما أكبر إني أصير ممثلة أو شيء. لا يعني ما كان شبي، بالعكس يعني عادي. نعم، يعني ما كنتي تسعين للشهرة أو في بالك إن تخوضين تجربة التمثيل بشكل جدي. ننتقل للفنان الشاب داكس، كلمنا عن اختيارك للاسم الفني. أنا من قبل الهوى سألتك هل هو اسمك الحقيقي والاسم الفني، قلت لي إنه هو الاسم الفني، ليش اخترت داكس؟ هو الاسم الفني، هو قبل طلع الاسم معي قبل حوالي 9 سنين. نعم. قبل كنت ألعب أونلاين جيمز وكذي، فكنت أدور اسم غير الاسم الحقيقي، عشان في بعض الأجانب يكون صعب عليهم ينطقون اسمي صجي. نعم. فحاولت أدور اسم، فطلع معي اسم داكستر وهو اسم لعبة أساساً، فمشى وياي كلمة داكس داكس ولليوم هذا. أوكي، زين عادي أقول اسمك الحقيقي؟ قول اسمه تلال. الاسم المشهور طلال، فأنت اخترت إن أنت يكون اسمك داكس. ليش معنى هاللعبة؟ يعني هل حسيت إن هي في شبه بينك وبينها مثلاً، أو ستايلها أو whatever؟ لا والله، أنا من وأنا صغير كنت أحب ألعبها، ف داكس. عجبني الاسم. نايس نيك نيم داكس. وبيبي أنت مستحية؟ ليش مستحية؟ معناه أنا أشوفك في التمثيل عادي بالمسلسلات. يعني تمثلين ولا بردانة؟ هو برد. برد يعني مو مستحى. احنا ان شاء الله، هو شوف اذا ذهب الحياء حل البلاء، يعني لازم البنت يكون عندها مستحى. انا ادري بيبي ان انت كنت حابه تصير مذيعه، يعني حابه الدخول الى مجال التقديم، فليش غيرتي من تقديم الى تمثيل؟ اما صدفه صارت معي. لان انا اول ما دشيت على اساس انه برنامج وكذي وتكنسل، ونعرضت علي مسلسلات وكذي واشتغلت. حلو. يعني في البدايه كان بالك إنه كان برنامج. نعم. هل لو نعرض عليك برنامج راح تهدين التمثيل اللي استهويتيه بشكل كبير؟ لا ما راح أهد التمثيل، بس إنه راح نصير يعني مذيعة أوكي، بس إنه ما راح أهد التمثيل. يعني ممكن تجمعين ما بين مذيعة وممثلة. إيه ممكن. نعم. داكس، كلمنا عن مواهبك ما شاء الله الكثيرة، كلمنا عنها أكثر. أول شيء بدأت بالبيانو. حلو. بعدين أعزف أنا الحين الجيتار والبيز والدرمز، وجت لي فتره تعلمت اكتب، شلون اكتب ولحن اغاني واوزعها. حلو. وجربت ان اجرب تسجيل بيت وكذي وهم بالاستديوهات، والحمد لله مشت معي صح. نعم. مشت معك صح، واليوم ان شاء الله تمشي الحلقه معنا صح، ونبي نسمع انا وبيبي وفاطمه ابداعاتك يا داكس. فاذا ممكن تلتقط الجيتار وتبدا بالعزف، شنو تختار لنا؟ طبعا انت دائما انجلش صح؟ شنو بتغني لنا؟ اغنيه كاتبها حضرتك ولا حق؟ ما ليش احسك تحب ويتني هيوستن ولا لا؟ ولا ما في احد ما يحب ويتني هيوستن؟ هو احب، بس يعني مو فنانتك المفضله. ما تستهويك. نعم. زين شنو نسمع شيء الحين؟ والحين راح اسوي نفس اغنيتين داشين مع بعض. حلو. اوكي. انت من تاليفك؟ لا مو من تاليفي. اوكي. See you.
صراحة يعني ما شاء الله عليك فاجأتنا أبهرتني أنا اي والله حتى أنا على كنت أدري أن أنت موهوب بس مو كذي ما شاء الله يعني انطلقت على الهواء معانا ما شاء الله موهبة فريدة من نوعها بصراحة اختيارات موفقة للأغاني إيش معنى أغاني إنجليزية ما تغني عربي والله صراحة يعني أنا إحساسي أشوفه بالإنجليزي أحسن و... نعم الكلمات هم كلمات الاغاني هي نعم احساسك رائع وعالي بالانجلش بيبي ما تغنين ها اكيد لا ولا تمسكين الجيتار ايش رايك نجرب على الهواء يلا اكيد نجرب تحت الهواء طبعا عندنا الكثير من الاسئله راح نتكلم معك بيبي عن سبب عدم تعاونك مع المخرج محمد دحام الشميري طموحاتك وايضا داكس يعني لازم بعد نسمع منك وايد اغاني مكملين بفقرات برنامج رايكم شباب نبي تعليقاتكم على التويتر @رايكم ثواني راجع لكم من ثاني الفاصل رجعنا لك الأحباب رايكم شباب رجعنا لضيوفنا في الاستديو الفنانة الشابة بيبي أحمد حياك الله مرة ثانية وأيضا الفنان الشاب داكس اللي أبهرنا قبل الفاصل في الغناء وإحنا طمعين اليوم راح نخليك بعد تغني داكس ما راح نهدك لا مغني كل الأغاني اللي عندك بيبي نرجع لك ونرجع عن سبب عدم التعاون اللي كان مفروض يصير ما بينك وما بين الأستاذ المخرج محمد دحام الشمري أول شيء وجه تحية حق أستاذ دحام نعم انا اتمنى اشتغل معه بس ان يعني هي صارت لي ظروف لا اكثر ولا اقل بس يعني ان شاء الله ارجع اشتغل معه ان شاء الله اتمنى يعني ان انا اشتغل معه بالعكس يعني بالعكس يعني هو دائما يساعد الشباب والشابات اكيد 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 فان شاء الله نشوف باعمال تجمعك مع المخرج محمد دحام الشمري منو تحبين تشتغلين بعد مع منو بيبي منو الاعمال او المنتجين او المؤلفين اللي تحبين تشتغلين معهم في احد في بالك ولا تحبي تشتغلي مع الكل يعني مع الكل يعني بالعكس يعني ما في احد ببالي يعني بس انه اللي يعني اللي يعطيني دور انه يعني مثلا يعني يلوق علي او شيء يعني انه يعني يعرف شلون يعني يحطني باي دور يعني ما يحطني بدور وبس انه ممثله ودور يعني واثق انه اي يعني انه واثق ان انا مثلا راح ادي هالدور يعني بكل شيء حلو وشي فهمت نعم مو دور وبس يعني انه ممثله وانه تقدر تمثل اي دور نعم يعني تحبين تحطين في المكان المناسب لك وتشوفين نفسك فيه اكثر نعم داكس كلمنا عن تجربتك في برنامج عرب جوت تالنت يعني ما شاء الله صوتك وادائك لايق على مثل هذه البرامج اللي دائما اكثر المشتركين فيها يمكن يغنون انجلش ويبدعون فيه فكلمنا عن هذه التجربه والله كانت هي تجربه وايد حلوه بس ما كان في نصيب ان يمكن ما اخترت الاغنيه الصح او كان في ما كان في شيء كامل بالاداء بس ان شاء الله كانت تجربه بس وايد حلوه واتمنى ان تتكرر مره ثانيه ان شاء الله وان شاء الله اكيد يكون لك حتى يعني تجربه في يعني يكون لك سنجل اغنيه او البوم لان حرام هذه المواهب الشابه يمكن صالح تتفق معي لازم يعني نشيد فيها وتكون موجودة على الساحة الفنية بالأغاني وبالصوت المبدع اللي سمعتنا إياه. صحيح على وضعك داكس إن شاء الله وراح نسمع منك أغنية بس ما واجهتي معارضة من الأهل على التمثيل خصوصاً اليوم موضوع الحلقة قلة الممثلات الكويتيات. لا كلش ما يعني ما واجهت أحد من أهلي إنه بالعكس يعني يمكن شجعوني. إيه. إنه يعني أوكي دام أنت تبين كذي يسوي أوكي وروحي بالعكس يعني في دافع يعني منه. نعم. إنه في يعني في تشجيع. حلو تحط الشنب صح على زينتش هذه هبة بنات الحين اللي هو شكل الشنب ينحط على تراتشي وايد تحب الستايل صح اي وايد احب اغير وشي ما تشوفني بستايل واحد دائما تغيرين حلو التغيير حلو التغيير مطلوب واحنا نبي داكس الحين يغير لنا ويغني لنا يصير حق شاكيرا ولا محافظ حق شاكيرا شاكيرا والله ما حافظ لها شيء اوكي انت شنو تبي تسمعنا أغنية اسمها She Will Be Loved مالت مارون 5 اوكي ليتس جو يلا ليتس جو Beauty queen of only 18 she had some trouble with herself he was
يعني تسلمها الصوت. جميل جميل جميل. وشنو تقول بعد نجوى؟ نجوى حبيتك. حبيتك حبيتك دائما تقولها نجوى. هذه نجوى كرم، هذه لازمتها. يعني اختياراتك للاغاني مثل ما ذكرت جدا موفقه، تملك هذه الموهبه الكبيره، صوت جدا جميل. ايش اللي ينقصك عشان تتواجد على الساحه الفنيه في البوم او اغنيه سينجل؟ ايش اللي ينقصني؟ وانا محتاج فرقه اساسا، يعني هو أصلاً لازم يكون في فرقة ولا ما أقدر أشتغل بروحي، على قولتهم يد واحدة ما تصفق. نعم. فالشيء الوحيد اللي قاعد أشوف أني محتاجه هو بس الفرقة. شركات الإنتاج هل قاعد تدعم خاصة الشباب في الفن؟ شركات الإنتاج. نعم. هني الإنجليزي مو مرغوب وايد، لأن بعض الناس ما يفهمون وبعض الناس ما يحسون فيه، فعلهم بالعربي أكثر. صحيح. اللي قاعد أشوف أنه هم لحين قاعد أحاول ان شاء الله يعني يصير. نعم. شيء مع العلم الله. ان الفن المفروض انه هو ما له جنسيه وما له هويه، لان نعم. الفن ابداع، ومتذوق الموسيقى مثل ما احنا الحين نحب شاكيرا او بيونسي او تاليا ولا ريك كليسيز وتفر من هؤلاء الفنانين، مش شرط احنا نفهم كل كلمه تنقال. احنا انت مو كل كلمه قاعد تقولها قاعد نفهمها بالضبط، بس قاعد نحس فيكم باحساسك العالي، وقاعد نحس ببيبي اللي ساكته، بس انا متاكد هي راح تغني بعد شوي، ما تخلص الحلقه الا هي مغنيه. متعلمت لها كذي مقطوعه او اغنيه منك. طبعا التعليقات في الفيسبوك عليكم وايد حلوه. ميمي تقول مساء الخير، وتقول شكرا على المواضيع الحلوه والشيقه. ايضا عبد الحميد الشيخ ثانكيو على الكلام اللي كاتبه. ايضا في سؤال لك يقولون بالتوفيق لبيبي احمد من السعوديه، ويقولون شنو اعمالك الجديده؟ شو الاشياء الجديده اللي راح تقدمينها في الفتره المقبله؟ لا الحين ما ادري، بس في ان شاء الله في اعمال في الطريق ان شاء الله. نعم. يمكن مفاجآت للجمهور او امور قاعده تترتب، يعني للحين قاعده تترتب ان شاء الله، بس في ان شاء الله. نعم. انت شاركتي في مسلسل انت عمري. نعم. كلمين عن هذه التجربه اللي كانت يمكن هي انطلاقتك لعالم الفن والدراما التلفزيونيه الخليجيه. كانت وايد حلوه اول شيء، استانست بالستاف كله اللي معي، حسيت بشيء غير، يعني في تعب بس انه شيء حلو، يعني تعب حلو مو التعب اللي، والحمد لله. بس الحمد يعني لله. إنزين، شو الادوار اللي تفضلين ان انت تمثلين؟ انت الحين مثلتي عمل واحد بس، مو عمل واحد، هو سكن الطالبات. سكن الطالبات للحين ما عرض، راح يعرض قريبا. وعندك مسلسل انت عمري. أي. اللي مع عبد العزيز المسلم. أي. صح؟ شكلي بتكلم عنك، بقول سي في مالك كامل. عبد العزيز المسلم صح، وفنانين كبار. اعمالك اللي اقولهم انا؟ لا ما اعرفها، شكلها قلتها. شو الادوار اللي تحبينها؟ دور شريره. تحبي الادوار الشريره؟ عاديه وايد هاديه صح؟ لا شكلها بيبي خاشه يعني امور كثيره. لا 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 مو هاديه، انت اكثر انسان من انا مو هاديه. مو هاديه بس احس هذا دور. لا لا مو دور، بس يعني تحبي الادوار الحاده او الشخصيه الشريره؟ يعني احس انه يعني يعني الكوميدي مو وايد انا مع الكوميدي، يعني اوكي اضحك وكذي، بس اني احس الجدي اكثر. يعني انا اسولف جد الادوار الجديه. اي انه وايد جدي، او يعني حتى لما اضحك تحس اني قاعده يعني لا قاعد اتكلم جد، يعني بس ما تو سويت شيء. صحيح. يعني قبل الهواء قاعد نقول احنا ما ندري صدق مو صدق اللي قاعد نقول. يعني انا ما فهي على بالها انه لا انه قاعده اتكلم جد، فلا حطيت فانا كنت قاعد غشمر يعني. نعم. حلو. اكيد احنا مكملين في هذا الحوار المميز، لكن من بعد هذا الفاصل. Because I won't say goodbye anymore. I try my best to
وبصراحة يعني ما ندري شو نقول لك. نعم we don't know what we can say بس يعني رائع ورائع رائع ما شاء الله عليك وأكثر من رائع وبيبي أيضا رائعة. نعم وراح نرجع وايد بالأسئلة حقك داكس وهم نبي نسمع أغاني إن شاء الله يكفينا التايم. بالنسبة لك بيبي شنو الأعمال اللي تعتبرينها قدوة بالنسبة لك وتتمنين أن أنت في يوم من الأيام تقدمين أعمال على هذا المستوى؟ أكيد لك يعني الأعمال القديمة وايد أعمال قديمة يعني شي الواحد يتمنى أنه يرد يعيدهم يعني مثلاً على الدنيا السلام ممكن يعني نعم. بالعكس كان يعني حلو المسلسل وشي نعم من أقوى يعني الأعمال أي زين أدوار مثلاً دور معين ودك أنت تمثلينه فيك غير الشخصيات الشريرة أو الحادة مثلاً دور واحدة مثلاً شو نقول أدوار مركبة مركبة أي نعم. صح فضل قلبها أبيض فضل قلبها أبيض نعم فعلاً كان دور لي يعني الفنانة الكبيرة سعاد عبد الله دور مركب ومعقد وما كان سهل مو أي أحد يمكن يقدر يؤدي مثل هذه الأدوار الصعبة أكيد نعم أكيد يعني نعم اكيد نتمنى لك التوفيق وان شاء الله نشوفك في هذه الادوار اللي تلقين دائما نفسك فيها. داكس كلمنا عن الاغاني انت عندك 3 اغاني سنجل منزلهم كلمنا عن هذه الاغاني. وفيهم 3 اغاني في واحده اسمها تو ليت نعم وواحده اسمها لايف وواحده اسمها هاو ات هيرتس وكل اغنيه لها قصه صارت يعني حلو قصه حقيقيه قصه حقيقيه حلو الكلمات والالحان من عندك داكس كلهم من عندي واو تبون نجربكم الحين يلا خلينا نسمع واحده من هالاغاني يعني هي خاصه فيه خاصه في داكس هي من كلماته والحانه وايضا من غناء داكس اي اغنيه اسم الاغنيه هاي تو ليت ايم تو ليت تو ليت تو ليت وايد متاخر شو متاخر هي القصه اوكي القصه انها متاخر يلا